إلى الله ورجعنا
ندل على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندل على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندل على ما فعلنا فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد واحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين استغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تقلنا من ذلك يا نعم المجيب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من الغرس والجنون والجزام من سيء الأسكار يا الله كريمهم قبل المولى دان سجل لنبوية عندك دان سجل صفر كسبن أنبليم قل كذلك اللطمان المعاكمي لنرك اللبتها التي كمي سلم لنم كلك أنت سليها إبقى تبتبت بسعبني يا الله سبنك لها جد الفرمان الكمي لرك لا بسمت الكمي أقول لا بس كمي تطبع عين كمي Terimalah taubat kami, maafkanlah kami, berikan keafiatan kepada kami,
Peliharalah ahli keluarga dan zuriat kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu yang luas, kerana sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemurah. Ya man yajud wa yasnah wa yu'ti wa yamnah wa ya'fu wa yasbah. Ya sami'an li kulli shakwa, ya muntaha kulli najwa, ya kashif ad-durr wal dawa, ya ahla al-maghfirati wat taqwa. Ya Allah, selamatkan kami sekalian, agama kami yang kami pegang, negara kami yang kami sayang daripada sekarang pada bencana virus COVID-19 yang menakutkan dan mengancam ketenangan hidup kami sekalian. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik tempat memohon pertolongan dan bantuan. Ya sami'a sawti, ya sabiqa al-sawti, ya kasmi'a tawti lahnan ba'dan mamut. Ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan sepenuh keikhlasan hati kepada-Mu, dengan keyakinan kami kepada sifat rahmat dan rahim-Mu, kami mohon kepada-Mu, apabila kiranya engkau kurniakan rahmat dan hidayah kepada saudara-saudara kami, petugas-petugas barisan harapan seperti pasukan keselamatan dan petugas kesihatan yang sedang menjalankan tugas di seluruh hospital, klinik dan pusat perubatan seluruh negara ketika ini. Kerana sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pemelihara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.